لقد وصف الله شهر رمضان بأيام معدودات إشارةً إلى قصر مدته وسرعة فواته، لكن هذه الأيام القليلة تحمل في طياتها أجوراً عظيمةً لا تحد، فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فإن الصوم يفوق تلك المضاعفة، كيف لا وقد أوكل الله أجره إلى نفسه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالمرء الموفق عباد الله هو من بادر قبل الفوات وجعل التوبة مسك ختامه وختام مسكه، فإن الأعمال بالخواتيم والتوبة تجب ما قبلها، وإنه من كسر من تاب وما خاب من أناب، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإن فيما بقي من شهركم فرصة كبرى للمطيع أن يتزود وللمقصر أن يستدرك، فإنما مضى فات والمؤمل غيب، وليس للفطن إلا الساعة التي هو فيها، فليأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، إذ ما هو في الدنيا إلا كغريب أو عابر سبيل، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لقد عاش الناس مع شهرهم هذا أياما فاضلة وليالي مباركات بين مقل منها ومكثر، وبين مفرط تائه لاه شغلته الملهيات عن النفحات، وغفل بتتبع الصوارف عن شهر البركات والرحمات، فبينا هو كذلك إذ بشهر المغفرة والعتق من النيران يمر سريعا كمر السحاب، فهنيئا لمن ربح البيع فظفر بالقبول والغفران، وخيبة لمن خسره فرغم أنفه بعد أن باء بالخذلان والحرمان. ألا إن شهر رمضان قد أزف على الرحيل وتصرمت أيامه ولياله الفاضلة، فهو وحي التقضي سريع الأفول، وإن للحظات فراقه ووداعه غصة تشرق منها حلوق المخبتين، وتدمع لها عيون القانتين، وتحزن لها قلوب التائبين. نعم عباد الله، لقد آذن رمضان برحيله، وما هو إلا كضيف لما نأنس بروحانيته ونستمتع بنسائمه حتى لملم حقائبه وشد رحله ليودعنا بمثل ما جاءنا به، فما أشد الفراق وما أمر البين. فليت شعري: من الفائز فينا ومن الخاسر، ومن المقبول منا ومن المردود، ألا رحماك يا الله، ألا جبرا منك لكسر قلوبنا على قرب رحيله وتصرم أيامه ولياليه. لقد كان الناس بالأمس يتراءون هلال دخوله، وها هم اليوم قاب قوسين ليتراءوا هلال خروجه. بالأمس كنا نحييه ويبشر بعضنا بعضا بإطلالته، وها نحن اليوم نودعه ونحن مشفقون من رحيله، آسفون لتقلص نسماته. فهكذا هي الدنيا لا تدوم على حال، والنسيم لا يهب عليلا على الدوام، والأيام تغدو فلا ترجع، كل يوم منها يقربنا من الأجل وينقص من العمر، والسعيد من لم يزده مضيها إلا قربا من خالقه وبعدا عما يبغضه، وقناعة بأنها دار ممر لا دار مقر، وأن مواسم الطاعات فيها كسوق مشرعة الأبواب
عامرةٍ بالخيرات والبركات، يبتهج فيها الرابح وينكسر فيها الخاسر. والمُوفَّق من جعل شهر رمضان بداية السباق في ميدان طاعاته لا نهايته، وإن لكل ميدانٍ بدايةً ونهايةً، وإن الأرباح عند التمام، والعبرة باقتناص الجوائز في النهايات. فلا قيمة لربحٍ يُختم بخسران، ولا أثر لخسارةٍ تُختتم بالربح. والفائز حقًّا هو من خاف فأدلج، فإن من أدلج بلغ المنزل، ولن يبلغ المنزل من شغلته الصوارف فيما بقي من العشر، ولا من كثر التفاته وترادف فضوله في تتبع الرؤى المنامية عن ليلة القدر. فإن من شغل نفسه بالمنامات غفل عن اغتنام اليقظة.